وبيسعدني استقبل ومباشرة على الهواء الصحافي والناقد الفني وسام كنعان. صباح الخير لك. صباح الخير ندى، صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا بهذا الوقت، وتحديدا الجاليات العربية الموجودة بسيدني وبمختلف أنحاء أستراليا. بتمنى أن تكونوا عم تعيشوا أوقات سعيدة، وبتمنى أن يكون صباح هذا اليوم يعني هيك مثل بارقة أمل تجاوز كل المحن وهذا الوباء العالمي، وتكونوا بألف خير كلياتكم يا رب. إن شاء الله يا رب. يعني نحن بنعرف أنك مشاكس، لنشوف اليوم هيك وخاصة بفترة رمضان إذا رح تكون مشاكس شوي ولا أنه عم ترتاح هيد الفترة. لا لا، ما أنا بالنسبة لي يعني هو المشاكسة يعني ماشي بدمي أنا. إذا كانت أمي تتأخر شوي بيحط الفطور اكتب عنه يعني مقال، عرفتي؟ ما بقدر هذا شي بيخوف يعني. لا يعني مش بيخوف، يعني الحياة كلها لعبة مثل ما بيقولوا، فهي مناكفة يعني بحثا عن الأفضل دائما أو محاولة تحفيز الآخر أو استفزازه إذا اقتضى الأمر حتى يظهر يعني المشرق والمشرق مبهج الموجود داخله، وداخل كل إنسان أكيد أشياء مبهجة يعني. نعم يعني عنا كتير من الأسئلة، رح نجرب قد ما فينا هيك إذا منلحق نسألك ياهن كلهم اليوم. أول شيء رح نبلش بالمسلسلات السورية أو المشتركة، وسؤال حقيقة عم نسأله كل يوم لكل مستمعينا. يمكن أول يوم كان عنا اهتمام بمسلسل معين، ولكن هيك مع الوقت أحيانا الشخص بيغير رأيه. عم نشوف أعمال إخراجيا حلوة، تمثيليا لا. عم نشوف أعمال تمثيليا حلوة إخراجيا لا، ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هناك سيناريو عجبك؟ يعني للأمانة هو هذا الموسم أنا وصفته يعني بمقالات ربما أو إطلالات إعلامية سابقة بأنه موسم يمكن أن يكون عنوانه هو موسم الكارثة بما يخص السوريين يعني على وجه الخصوص، أو الدراما السورية والدراما السورية المشتركة في بعض الأحيان، يعني انطلاقا من الحالة العالمية التي أصابت الكوكب وجائحة كورونا. ربما نستعير من هذه المحنة لنقول أن يعني للأمانة موسم يعني منحدر بمستواه، متراجع، الحالة هيك المضيئة فيه متلاشية إلى حد ما. لكن بالرغم من هذا الموضوع، لأنه يعني المستوى مخيف في كثير من الأماكن، وهذا الموضوع يعني في شواهد وفي دلائل وقرائن يعني يمكن أن نشير إليها، لكن لا يخلو الأمر من بعض الإجابات الإيجابيات يعني إن صح تعبير. أنا من وجهة نظري أنه في بالنسبة للدراما السورية سيناريوهين بيلفتوا الانتباه وبيقولوا الواحد أنه لو تم تبنيهم بصورة ربما أفضل من الصورة التي يعني بنيت المادة عليها، ربما تكون نتائج أفضل بكثير. السيناريو الأول أنا من وجهة نظري هو سيناريو مسلسل حرم ليك، إنتاج كلكت إياد نجار، المادة السورية الخالصة التي تعرض على واحدة من أهم المحطات العربية MBC. في حكاية جذابة وإن كانت من زمن آخر وتدعي أنها افتراضية، لكنها ربما تتقاطع مع التاريخ نتيجة الضرورات الدرامية. حكاية جذابة، مسلية، مشدودة إلى الحد الكبير، مستفيدة بشكل واضح من هنات وأخطاء تجربة الجزء الأول في العام الماضي. وأيضا هناك ربما حديث عن مطلع الحكاية أو السيناريو في مسلسل، ونحن لما حكينا سوري لما حكينا عن حرمك عم نقول يعني سليمان عبد العزيز الكاتب وتامر إسحاق المخرج، وفي هناك أيضا حكاية ربما تكون يعني فيها إفادة واضحة من السينما العالمية لكنها ورطت الجمهور من حيث جاذبيتها ومن حيث متابعتهم لها، لأنها أصلا يعني مبنية على إيقاع التشويق وكواليس الجريمة والأشياء البوليسية، والحديث هنا عن مقابلة مع السيد آدم كتابة وإخراج فادي سليم وبطولة غسان مسعود. أنا أحكي عن مطلع هذه الحكاية يعني بعد الحلقة
سبعة أو ستة يعني إذا فينا نقول يعني بعد خمس حلقات الأولى إذا صح التعبير بدأ المسلسل يعني يدور في حلقة مفرغة وبدأ يأخذ الرتم البطيء الواضح في حين أنه بشر في بداياته أنه سيحبس الأنفاس وسيكون مشدودا للحد الأقصى. هذين المثالين هما الحالة الناصعة بالنسبة لي موسم متردي على كافة المستويات. نعم بس شعبويا مثل ما منقول الناس عم تحضر أكثر المسلسلات المشتركة مثل الساحر النحات أولاد آدم. أيوة تماما. هلا أنا إذا بدي أحكي لك اليوم رأي مثلا الناس اللي ربما كان لديهم عتاب شديد على رأيي النقدي أو مقالاتي فيما يخص النحات والساحر على وجه الخصوص اليوم بعد كتبت عن الساحر وسألت سؤال كان أين الحكاية يعني شو الحكاية؟ يعني للأمانة هو هذا المسلسل صار فيه يعني صار في انه بما مثل ما بيقولوا لما بيكون في اجتماع بمن حضر يعني انه جود من الموجود انه هذا اللي طلع معنا. عرفتي كيف انه صار هن اصلا داخلين على التصوير متاخرين وفي مشاكل بنيويه في جوهر النص وفي خلاف كبير كان حول الموافقات على هذا النص من صناع العمل نفسه. انا هلا عم حكيك كواليس ما بيعرف عرفوها الناس يعني. ومن ثم جاء الوباء ليكون هو ذريعة ليقولوا انه والله ما طلعت المادة كما يجب وبعدين نعرض 15-17 حلقة يعني. ففي مشكلة حقيقية في المادة يعني وهذا في مشكلة مش بس مشكلة هناك عطب واضح يعني مادة لا تصلح للعرض لأنه فيها مشكلة تمام. والموضوع اللي بده يعرف أكثر لأنه ربما يكون وقتنا ليس بالطويل لأسرد لك المشاكل أنا مثل ما بقول لك أنا أشرح ما أقول عندما يتاح لي كتابة مقال تحليلي بالشكل الأمثل. حديث عن النحات يعني في مقترح حكائي جديد من ناحية الكاتبة لكن التبني الإخراجي شتت هذا المقترح ولم يستطيع أن يضيف وعي إخراجي لوعي المؤلفة وبالتالي خرجت المادة مهزوزة أو ربما مهزومة بمزاج لا يشبه التلفزيون وحالة ضائعة وتائهة تماما في الربع الخالي. يعني بعض المشاهدين وهذا ليس رأي مثلا رأي مختص أنت أحيانا يعني تعتمد على آراء العامة من الناس. بعض المشاهدين في حديث معي وأنا على تواصل دائم وتماس مباشر وإجراء استبيانات رأي عشوائية المشاهدين كانوا عم يقولوا لي عم نعيد الحلقة مرتين ما عم نفهم شو عم يصير. فهذا خلل كبير وخلل واضح. هلأ الانتقال للحديث عن أولاد آدم هو مجموعة يعني وإن كان يحقق جاذبية بالنسبة للجمهور بس اليوم إذا بقول لك إنه إعلامي يستدرج نساء جميلات إلى شقته ويصورهم بكاميرا مخفية ومن ثم يعني يبتزهم من خلال ما صوروا بتقولي لي هي أنا يعني هي سمعاني عنه أريانتا وبعرف يعني مرأة علي يمكن مئات المرات. فأنا أريد أن أقول أنه يعتمد بالبنية الأساسية له على مجموعة من الكليشيهات المستهلكة. أين الجد فيما نشاهد؟ نعم هيدا كسيناريو أين الصدمة؟ نعم إخراجيا نعم. كيف الأيتو المخرج الناحية الإخراجية تمام. الناحية الإخراجية هناك جهود كبيرة من المخرج على يعني الممثلين وتحديدا دانييلا رحمة التي أتت إلى ميدان التمثيل من عالم الجمال يعني وهذه موضة صارت في لبنان كل ملكات جمال لبنان صاروا ممثلات وتحولوا إلى نجمات وهو مطلب الفضائيات. اليوم التلفزيون بيقول لك أنه لا يحتاج إلى ممثل مكتمل الأدوات هو يحتاج إلى ربع ممثل ودانييلا رحمة ربع ممثلة إن استطاعت أن تحصل على هذا اللقب حقيقة استطاع ليس حجه أن يجعلها ربع ممثلة وشوي يعني من خلال شغله الواضح عليها وعلى بقية الممثلين. لكن هناك خيار في خلل حقيقي بالخيار الإخراجي بس يخلي قيس الشيخ نجيب يحط هيدي العصبة هيدا بيرجع للكاستينج كمان المسؤولين عن الكاستينج الشرك الإنتاج تماما ولكن هو الربان وصاحب القرار الأخير هو المخرج وربما يفهم البعض أنني أدقق على تفاصيل بسيطة لكن الأشياء تكمن يعني جوهر الأشياء وحقيقتها وقيمتها يكمن في التفاصيل.
يعني بالنسبة للي أنت قلته والنقد والنقد الفني اللي أنت قلته، بس كمان بتلاقي يعني التقييم الشعبي، في ناس حبينها كتير وبشوفوها نجمة ومبسوطين فيها، يعني بتلاقي كمان ميلة تانية هيك بتفكر. تنرجع للنحات، لأنه بعد عندي سؤال لألك بالنسبة لهيدا المسلسل. يعني ما في شك أبدا أنه تمثيل الممثل باسل خياط رائع جدا، وهيدا الأدوار حقيقة يتقنها، هاي الأدوار الصعبة والمركبة. ولكن هل بتلاقي هناك يعني كل رمضان في تكرار لنفس الشخصية؟ تمام. أنا اللي بدي أقول لك يا أنه أنت عم تقولي أنه في حالة شعبية، خليني أبلش من بداية حديثك أقول أنه في حالة شعبية والناس عم تحب أو إلى ما هنالك. هذا ليس مقياس قيمة عزيزتي، دائما ممكن أن تعشق الناس أشياء أو تتابع الناس أشياء ليست على يعني ليست ذات قيمة حقيقية وذات عمق جوهري. المطلوب دائما من صناع الفن والمطلوب من الحالة النقدية أن توجه بوصلة الناس وأن ترتقي بذائقتهم. هذا يعني بمعنى بيخلي دائما رأي النقد ربما يختلف مع الحالة الجماهيرية. يعني فهمت علي كيف؟ لأنه فهمت عليك، بس هون الأمر نعم مختصة واحترافية. أستاذ وسام، هون القصة هيك شوي معقدة بين التقييم الإنتاجي وبين التقييم الشعبي. يعني أحيانا بينفرض عليك ممثل معين بيصير نجم بعد فترة، وفي بعض من الناس بتمشي بهيدا الشيء، وفي البعض الآخر اللي هن بيصنعوا نجم. ما هي بالنهاية بيصير أي ممثل أو أي فنان نجم من وراء محبة الناس لألو. فهون كمان في شقين للموضوع، وشقين منحس بهيدي الفترة أنه شرك الإنتاج هي الطاغية على التقييم الشعبي بهيدي الفترة. تمام 100%. وفي شغلة مهمة بضيف على كلام حضرتك الجوهري بهذا الموضوع، يعني واللي هو مهم تماما، انه النجومية ليست بالضرورة موهبة. يعني بمعنى ان هناك نجوما كبار وربما لا يمتلكون الموهبة الحقيقية التي توجد عند ممثلين لم يأخذوا حصتهم من الضوء. فهمت علي كيف؟ لانه هذا الموضوع مثل ما قلتي حضرتك انه احيانا يتم تصنيعه على ايدي منتجين ومحطاته الى ما هنالك. بما يخص سؤالك عن النجم السوري باسل خياط اللي هو ممثل كبير وممثل مهم وممثل لديه يعني من القدرة والادوات التمثيلية، يعني لديه من القدرة والأدوات التمثيلية ما ربما ما تجعله في مقدمة العالم العربي، وربما لا نستغرب إن سمعنا أن هذا الشاب ربما أخذ فرصة في 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 مادة فنية عالمية. لكن ما أريد أن أقوله وهو يعني يعرف رأيي فيه باسل، إنه الممثل مطلوب منه التنويع. يعني هذا اللي عم يعمله بهذا الموسم أكيد يعني يحترم، وجهود واضحة ومحاولة للظهور بصيغة مقنعة بالنسبة للجمهور، لكن هو متجاوز هذه المرحلة ومتجاوز هذا الأداء وهذه هذا الحد من التميز، متجاوزه بأشواط لما عمل 30 يوم ولما عمل الرحلة بمصر، ويعني إصراره على نفس النوع من الأداء هذا لا يخدمه كممثل. بمعنى أنه أنت اليوم عملت هذا المختل مثلا أو المريض النفسي أو المصاب بهاجس معين في هذا العام وأنت ممثل كبير والشركات يعني اليوم كلها عندها رغبة أنه تشتغل معك ومطلوب على المحطات، فيك تروح على خيار مختلف كليا ولا يشبه خيارك في هذا العام. فالمطلوب منه أنه يعمل تنويع لكي لا يخلق الملل. تمام. وكريستوفر نولان المخرج الشهير وديفيد فينشر اتفقا، وأيضا مخرج أميركي مهم، اتفقا على أنه الفن أو السينما، وينسحب الكلام على التلفزيون، يمكن للفن أن يتجاوز كل القواعد والشروط، ليس هناك ثابتا، لكن لا يجوز تجاوز الخطوط الحمر، وأبرز هذه الخطوط الحمر هو الملل. ففي مصيبة كبيرة إذا حس المشاهد بالملل، ولازم ما يحس المشاهد بالملل من أداء باسل خياط لأنه ممثل كبير. الحل في التنويع. نعم، تمثيله رائع جدا، أبدا ما منحس بالملل، بس أنه كنفس الأدوار عم نشوفها بكل بآخر يعني سنوات من المسلسلات. أستاذ وسام، نحن معودين هيك دايما بدولنا العربية النقد البناء بيكون قليل، دايما منشوف وراء كل نقد لفنان معين
هناك غايات من النقد أو مدعوم بيكون من جهة معينة ضد هيدا الشخص أو ذاك، شو رأيك؟ أنا بس بدي أقول لك على تفصيل صغير. أنا هذا الموضوع موضوع النقد البناء، يعني تصنيف النقد بين بناء وهدام، أنا ضده تماما، وأنا أعتقد أنه ليس هناك شيء اسمه نقد بناء ونقد هدام. لمجرد أن تعترفي بأن هناك نقد، يعني بمعنى أن يرتقي الكلام الذي يقال أو الذي يكتب بأنه وصل لمرتبة النقد فهو بناء حتما، ليس هناك نقد شتام، يعني نقد بلا في نقد، بلا في نقد للتجريح فقط، وفي نقد ليتحسن هيدا الشخص وممكن ممكن ياخذه بعين الاعتبار. لحظة. عظيم عظيم. اذا نقد للتجريح فهو ليس نقدا اصلا، هو تجريح، هو شتيمة، هو ماذا ما تريدين النقد؟ يعني عمل النقد لحتى يرتقي بالمادة الفنية، حتى يضيء على هناتها، حتى يقدم وجهات نظر ربما تشاكس أو تختلف مع صنع هذه المادة، وبالتالي تتطور الحالة الفنية بالعموم. النقد له منهج وله أسس وله بنية علمية، وهو أكثر أهمية إذا بدك من صناعة المادة نفسها. يعني على الناقد أن يكون ملما أكثر من صناع المادة نفسها، تخيل قديش ما هو شغلة مهمة. عندما يكون الأمر بغاية شخصية، أو عندما يكون الأمر من أجل التجريح فقط، أو من أجل السباب والشتيمة والتقليل من قيمة الآخر، أو الظهور على أني أنا المختلف الذي ألتقط أخطاء الناس، هو يصبح ليس نقدا ولا يجوز أن نصنفه على أنه نقدا. طيب شو الحل؟ نفهم الأشياء. شو الحل؟ أنا باعتقادي الحل هو بالتعالي والترفع عن كل ما هو من شأنه التجريح بالآخر، عن كل ما هو من يعني يأخذ على عاتقه فقط أن 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 أن, أن يقلل من قيمة الآخر، أن 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 يعني ينال من جهود الآخرين، أن يعيش خرابا في منجزات الآخرين، ويعني التعاطي المنطقي والواعي يعني هيك والمشحون إذا بدك بعواطف حقيقية تماما الحقيقي مع المواد النقدية مهما كانت قاسية، والابتعاد عن الاتهامات. يعني أنت اليوم للأسف كل سلطة جائرة في العالم تتهم معارضيها بسلسلة من الاتهامات الخطيرة. هذا الموضوع وصل للأسف للوسط الفني في سوريا، بمعنى أنه كل من ينتقد مادة فنية هو إما مزعوج من نجاحها أو مأجور أو مرتهن أو لديه غايات شخصية. الموضوع أبسط من ذلك بكثير. يعني أنا طالما عم أقدم مادتي للتداول على المستوى العام وعلى نطاق الشأن العام، إذن هي مطروحة لكي يقول الجميع آراءهم بها، علي أن أتقبل هذه الآراء وأن أخذها وأن أفرزها، بمعنى أنه اللي بده غاية شخصية بعرف أنه هذا في وراء غاية شخصية بتعالى على الموضوع، اللي عنده رغبة أنه يدمر هذا المنجز بيكون واضح أنه هو، واللي عم يقول وجهة نظر حتى ولو كانت قاسية لكن تنبع من محبة وغيرة ورغبة بأن يصبح العمل أكثر نضجا. واللي عم يختلف معي ليس بالضرورة عدوي، فممكن جدا أني أنا أفتح نقاش معه، وممكن جدا أني جرب أنه خوض أنا وياه بطريقة ليست عدائية ولكن تناظرية، حتى نصل ربما إلى وجهة نظر مشتركة، أو يبقى كل منا على وجهة نظره دون خصومة ودون اشتباك ودون عداوة. نعم، يعني خاصة بالتمثيل لما نلاقي أنه كل الأدوار لازم تكون موجودة، الشخص العادي، الشخص الحلو. وكان قبل شوي كمان انتقدت وقلت دايما الملكات الجمال بلبنان بيصيروا ممثلات، لا أكيد مش كلهم، البعض منهم والبعض نجح وكمل مثل نادين نجيم، والبعض الآخر يمكن بعده عم يجتهد. وين الغلط إذا كان الإنسان موهوب وشاطر وحلو بنفس الوقت؟ يعني الممثلة لازم تكون مش حلوة لتنجح؟ لا لا، بس أنا ببساطة شديدة فيني إليك أنه اليوم باميلا الكيك مثلا، عم بعطيك مثال نموذج وأنا لا أعرفها شخصيا ولا ملتقي فيها بحياتي، ممثلة أهم من كل ملكات الجمال اللي إجوا على ميدان التمثيل، وتستحق
كل يعني تستحق فرصا اكثر منهن كلهن ماشي. بس هي وين مثلا باميلا الكيك بهذا الموسم على سبيل المثال؟ وين باميلا؟ ما يعني ما انا بنت حلوه، انا بشوفها بنت جميله جدا، ما بعرف اذا مقاييسي بالجمال متراجعه. انت بتشوفيها ما انا حلوه؟ باميلا حلوه وشاطره، باميلا حلوه وشاطره، بس ما لازم على طول يكون في مقارنه مع الغير. كل حدا بالنهايه لازم يعمل شغله ولازم يجتهد، وبالنهايه الله العاطي يعني الله العاطي. مظبوط مظبوط مظبوط. يعني محبة الناس ما بتنشرها وما بتنباع يعني، انه او باميلا الناس بتحبها كتير يعني، واكيد بنحب نشوفها على الشاشات، بس اش معناتها منقلل من قيمة الغير؟ كمان في ناس شاطرين وعم يشتغلوا وعم يتعبوا. لا مش عم نقلل من قيمة الغير، لا مش عم نقلل من قيمة الغير، بس نحن عم نقول في ممثلات محترفات مثل باميلا الكيك مثلا وموهوبات وبيعملوا ادوار مركبة وشخصيات. في كتار ممثلات بلبنان، وفي انا عم بعطيك مثال. انا اليوم مش مطلوب مني، مش دائره نفوس للممثلات اللبنانيه، مش مطلوب مني اعد لك اياهم اسمائهم كلهم. انا عم بعطيك مثال لدعم كلامي، مثال واحد يكفي. عم بقول انه باميلا الكيك ممثله، وفي مثلها يمكن يطلع مليون ممثله مثلها، بس هذا مثال لدعم كلامي. باميلا الكيك ممثله تجيد الادوار المركبه والشخصيات المختلفه وبنت حلوه، وفي فتيات اعلان او فتيات جمال انا باعتقادي انه هن بس بيطلعوا بمكان، بينتقلوا من مكان لمكان وحلوين والناس بيحبوهم وبيعملوا ادوار وبس، ما بشوفهم انه ممثلات. الموضوع بكل بساطه يعني ما انا عم نقلل من قيمتهم، بس مش كلهم، بس مش كلهم في هذا الوضع، بس مش كلهم غالي. ايه مش كلهم، انا ضد التعميم، بس انا بقول لك غالبيتهم يعني تقريبا نسبه 99% منهم. انا ضد لا. التعميم بالمطلق، لانه قال اينشتاين يعني كل تعميم خاطئ يعني. لا ابدا ماني ظالم، انا عم بحكي براهين يعني، عم بحكي شيء له علاقه بال لا في ممثلات يعني، في ممثلات يعني ما بعرف حياتها. في ممثلات نجحوا نجاح باهر ما حدا قدر حصل عليه قبل بأي منطقة عربية، والناس بتحبهم كتير والناس بتلحقهم بأي مسلسل، والبدو ينجح بمثل معهم ما كتير هون يعني. هون بقى صار بدنا نفرق بين يعني كمان الناس عندها رأي، وناس كمان بدنا نعمل قيمة لرأيها، مش عطول انه دايما الانسان اللي بيبقى شاطر والاول بالصف هو اللي بيكون ناجح. ونحن هيدا الشيء ما منشوفه عطول يعني، مش دايما عطول الشاطر والنوعية وإلى آخره إنه هيدي القاعدة وهيك بيمشي. لا مش عطول بيصير هيك. شو يعني؟ شو يعني مش النوعية اللي بتعمل نجم. النجم عبارة عن عدة قصص. عظيم عظيم. مش بالضرورة الناس اللي بتحبه هو صاحب القيمة. أنا قلت وبرجع بعيد، الجماهيرية ليست حكم قيمة. يعني النجم صف أول والناس بتحبه مش بالضرورة يكون ممثل بارع حسب مفهوم فن التمثيل. أكيد. فبالتالي الجماهيرية ليست مفهوم قيمة. يعني إذا سين أو عين من الممثلات اللواتي أتينا إلى ميدان التمثيل من عالم الجمال شهرتهم طائلة والناس بتحبهم وكل الكوكب بيحلف بحياتهم بالمعنى الشعبي للكلمة والمعنى الجماهيري، هذا لا يعطيهن يعني قيمة. مش بالضرورة يكونوا ممثلات بارعات بكل نعم. بساطة أكيد هيدا رأيك. أكيد هيدا رأيك ومنحترمه. والأقل منه الانتشار يكونوا موهوبات أكثر منه. أنا عطيت باميلا الكيك مثال لحتى أقول إنه هاي بنت حلوة وموهوبة جدا، وأعتقد إن أكاديمية ما بعرف، بس هاي ممثلة لبنانية مثال حقيقي لممثل جيد وممثل ممتاز وممثل يجب أن يأخذ فرص أكثر. أنا هي وجهة نظري. نعم أكيد أكيد لازم ياخذوا فرص كتير، وفي نعم. ممثلات وممثلين على الساحة حتى منحبهم بيخطفوا بوقت نحن منحب نشوفهم موجودين، وأكيد هيدا رأيك ونحن منحترمه. أنا بختلف شوي معك بهيدا الشيء، لأنه محبة الناس هيدا أكبر تقييم للفنان، وأنا بلاقيه ذو قيمة أعلى من أي شيء تاني، أعلى من الأكاديمية وأعلى من النوعية وأعلى من أي شيء. بدي أشكرك الصحافي والناقد الفني وسام كنعان على مداخلتك القيمة معنا لليوم، وأكيد رح يكون لنا معك لقاءات قادمة، خاصة أنه كتار من المسلسلات أوريدي خلصوا ب 17 حلقة، لنشوف شو رح يبقى هيك لآخر رمضان، لنتوسع أكتر كمان بالكلام عن المسلسلات. هلأ ممكن نعذرهم شوي لأنه فترة كوفيد 19، ولكن في أسماء كبيرة كنا نتوقع أنه الشغل والسيناريو حقيقة يكون أقوى بكتير، والحبكة والتشويق يكون موجود. يعني مش معقولة 16 حلقة ما يتغير شيء يعني.
صحيح، معك حق 100%. شكرا كثير لإليك، شكرا على هذا الوقت اللي أتحتونا فيه إنه نطل على ناسنا وأحبابنا من الجاليات العربية في أستراليا، وأيضا من الأشخاص اللي ممكن يعني يسمعونا أو يتفاهموا معنا باللغة العربية. وتحية لكل الشعب الأسترالي وللجاليات السورية واللبنانية والجاليات العربية، وبتمنى إنه تضلوا بألف خير، بتمنى إنه تديروا بالكم على حالكم كثير منيح وعلى صحتكم، و حديث ممتع وشيق معك، بتمنى لك كل التوفيق ندى ونهارك سعيد. شكرا لك ولوقتك، وأهلا وسهلا فيكم، نتمنى لك أيضا كل التوفيق. الصحافي والناقد الفني الأستاذ وسام كنعان، شكرا لك.